الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضيوفنا الكرام، السيدات والسادة الكرام، بينما كان يتأهب عالمنا لمسيرة التعافي ما بعد جائحة كوفيد-19، جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتطل علينا بأزمات طالت العالم أجمع في شتى المجالات، وبصفة أخص المجال الاقتصادي الذي يؤثر بقوة على قضايا العدالة الاجتماعية. إلا أن جمهورية مصر العربية التي تبنت الحماية الاجتماعية منهجاً أصيلاً في برامجها وسياساتها، قد أحرزت تقدماً نوعياً في الوفاء بحقوق ذوي الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم وإن كان يحدث تدريجياً. إن تحقيق الدمج والشمولية من مصلحة الجميع على كافة المستويات، المستوى الإنساني والحقوقي، المستوى السياسي وتعظيم الشعور بالانتماء والمواطنة، الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وعلى المستوى الثقافي وتعزيز الوعي بخفض مسببات الإعاقة من زواج الأقارب للولادة غير الآمنة، لإهمال مرضى السكري لعلاجهم، لحوادث الطرق وغيرها من مسببات الإعاقة. مستقبلنا يكمن في تعاون الجميع حتى تتحقق التنمية الدامجة والشاملة، في أن يشعر كل فرد منا بمسؤوليته تجاه الحفاظ على مكتسباتنا واستقرار مجتمعاتنا وبناء وطننا وإشعال همتنا وتجديد أحلامنا. فلنتعاهد على أن نكون أكثر التزاماً وأكثر اتحاداً لدمج ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة، حكومة وشعبا ومجتمعا وأفرادا، ولا أحد خلف الركب. تحية خاصة لأولادنا وذويهم والقائمين عليهم الذين ثابروا وجاهدوا ليصنعوا مستقبلهم بأيديهم، من عرفوا للصبر طريقا فسلكوه، ومن ذاقوا طعم التحدي فتخطوه، ومن غزلوا الحلم وبمشيئة الله سيحققوه. صوت انطلق ولن نجعله يرتد أو يكل. واليوم نستأذن سيادتك فخامة الرئيس أن نطلق مبادرتين هامتين يساهما في دعم ذوي الإعاقة ليصبحوا مشاركين مدمجين وفاعلين في المجتمع، وأن نزيل معا كافة أنواع الحواجز التي تقف حائلا أمامهم ليصبحوا بالفعل قادرون باختلاف. المبادرة الأولى بعنوان الإتاحة وكسب العيش، بناء على ما شاهدناه في الفيلم الذي تم عرضه، نناشد جميع المؤسسات والمصالح، الجامعات، الشركات، البنوك، المستشفيات، مراكز الشباب، الجمعيات الأهلية، النوادي وغيرها من المؤسسات، فلنساهم جميعا في إتاحة البيئة المكانية والتكنولوجية لتيسير تواصل ذوي الإعاقة كل على تكلفته الخاصة. كما نناشد كافة قطاعات التوظيف أن تتعاون في حملة تشغيل ذوي الإعاقة بنسبة 5% كما أقرها القانون، بالإضافة إلى إنخراطهم للاستفادة بالخدمات المصرفية وغير المصرفية طبقاً لقدراتهم الخاصة التي تشمل التمويل متناهي الصغر، التمويل التشاركي والاستهلاكي، التأمين وسوق الأوراق المالية، حتى يتم دمجهم في العمل وفي الشمول المالي، وحتى يستطيعوا بالفعل أن يعيشوا بكسب العيش بمفردهم. أما المبادرة الثانية والتي سنرى لها يعني مشهد تمثيلي مع الفنان أشرف عبد الباقي بعد قليل بعنوان أحسن صاحب. وأحسن صاحب هي مبادرة عالمية مأخوذة باسم بيست بادز، بتهدف لإنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية للقادرين باختلاف، من خلال تنمية العلاقات والصداقات بين أشخاص لديهم إعاقة وآخرون ليس لديهم إعاقة. فلنتطوع بجزء من أوقاتنا أو بطاقتنا أو مواردنا أو اهتمامنا من أجل تشجيعهم للخروج للتعليم وتمكينهم في مجال العمل ودمجهم في المجتمع بشكل عام. علاقات إنسانية راقية تجعلنا نفخر بأننا يمكن أن نؤثر إيجاباً في حياة الآخرين، والحق إنهم أيضاً يؤثرون في حياتنا، أيضاً يغيرون نظرتنا للحياة، نتعلم منهم ما لم نكن نعلمه، يضيفون الرضا والبهجة على نفوسنا ويعطرون سيرتنا بأثر طيب. وستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمتطوعين
بإطلاق التطبيق الخاص أحسن صاحب على أن نحصد إنجازات أحسن الأصحاب سنوياً، ماذا أضافوا وكيف أثروا، وبالمثل سيكون هناك أيضاً رصد لإنجازات الإتاحة على مستوى الجمهورية. وفي الختام نؤكد أن أحسن صاحب هو الدعم والسند، في الفرح هو الأخ والمدد، وفي الشدة هو الكتف والوتد، هو اللي بيسندك ويقويك وبيهتم بيك ويراعيك، يدافع عنك ويرضيك، يساعدك تكشف أفضل ما فيك، هو اللي يقدر يخرجك من عزلتك وغربتك وفي المجتمع يدمجك، هو واجب علينا وحق ليك. أشكرك، أشكرك يا فندم.